مجموعة الدقهلية من أكبر مجموعات الإنتاج الداجني في مصر، ونجحوا في تقديم نموذج متكامل في الصناعة، بداية من مدينة الأمهات في المنيا، واللي حققت أفضل نتائج عالمية في إنتاج كتاكيت التسمين من الأم الواحدة، ومعامل التفريخ الحديثة، ومزارع التسمين الجبارة لمجزر دواجن عملاق ومجزئات ومصنعات، منظومة محترمة فعلاً. تعالوا نقابل المهندس خالد العناني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدقهلية، عشان يكلمنا عن جهود دعم صغار المربين. المهندس خالد العناني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدقهلية، مجموعة كبيرة جدا وبنعتز بيها في صناعة الدواجن، ولكن قدرنا كمجموعة كبيرة يبقى لينا دور عظيم جدا لحماية صغار المربين في ظل مناخ، لازم نقول ان في أزمة في الصناعة، صح ولا لا؟ بنتحرك ازاي؟ الدقهلية عندها مجموعة ثوابت ومجموعة مبادئ من يوم ما بدأت. احنا بنعتمد رقم واحد على الجودة، ورقم اتنين على مساندة العميل والشراكة مع العميل، وهو الحقيقة ده الشعار الجديد بتاعنا اللي هو الدقهلية معاك في الرحلة، ده ان انا اديله منتج ذو جودة عالية بسعر عادل للمربي، ده رقم واحد. والشيء التاني ان انا اقدم له الخدمات اللي هو محتاجها علشان خاطر انه يعرف يطلع نتائج مميزة ونتائج كويسة في ظل كل التحديات اللي موجودة. والحاجة الثالثة فيما يخص المطهرات بالذات، ان احنا عندنا خدمة تطهير للعملاء، يعني العميل لو عاوز ان احنا نطهر له معمل التفريخ بتاعه او منظرات او كده، عندنا هذه الخدمة بنقدمها برضو للعملاء، موجودة من ضمن الخدمات اللي شركة الدقهلية بتقدمها. وطبعا يتبع ذلك موضوع التحليل، انه لازم ان احنا ناخد مساحات من المزارع او من كل الاسطح جوه المكان المراد تطهيره علشان نأمن المزرعة أو المعمل لدورة الشغل بعد كده. طيب خليني أقول لحضرتك على حاجة، النهاردة العلف ما عادش مجرد شكارة بديها المربي فيها ذرة وصويا وشوية إضافات، لا ده فيها فكر إن أنا أقدر إزاي أرفع مناعة الطائر من عمر يوم، صح ولا لا؟ طبعا. بنتحرك إزاي في الملف ده؟ رقم واحد إحنا عندنا الخامات نفسها، ابتداء من الخامات الأساسية زي الذرة والصويا إلى أصغر الإضافات، إحنا ما بنستخدمش غير أجود شيء عندنا، الذرة على سبيل المثال كلها أرجنتيني وبرازيلي، الصويا إحنا بنستخدم أجود صويا، ولازم اللي هو التجانس بتاع الصويا يكون مضمون علشان ما يطلعش عندنا تشغيلة فيها نسبة البروتين فارق عن نسبة بروتين تانية. الإضافات المختلفة يعني زي ما حضرتك شايف، يعني شركة دي اس ام فيرمينش مثلا هي أكبر وأحذى وأكبر وأجود منتج في العالم للفيتامينات وللبريميكسات، وإحنا بالمناسبة فتحنا أو يعني في شراكة مع بعض إنه شركة الدقهلية للأعلاف عملت مصنع، وشركة دي اس ام فيرمينش بتشغله مصنع جديد في السادات، فاستثمار جديد على أرض مصر. فأول حاجة اتكلمنا فيها هي الخامات، إنه جميع الخامات اللي إحنا بنستخدمها هي الخامات الأجود، عندنا إضافات متطورة للغاية زي بايل أسيدز على سبيل المثال، البايل أسيدز دي بتساعد على هضم الدهون والاستفادة بيها بشكل أعلى عند الطائر. عندنا حاجة زي الأوريجو ستيم، ده مثلا إضافة متميزة جدا، إضافة طبيعية، ودي حاجة تانية بالمناسبة اللي هي ان احنا بنركز على الاضافات الطبيعيه. مشروع الامهات وضعه ايه النهارده؟ كم ام موجوده؟ هيرجع لكامل طاقته الانتاجيه امتى؟ انتوا امن قومي. طاقه الامهات عندنا هي اكتر من مليون ام، لانه مشروع مليون ام هي مليون ام في المنيا، لكن عندنا مزارع الدقهليه القديمه موجوده من زمان يعني، ومزارعنا ده هي برضه يعني لذات مزارع جيده يعني ومتطوره، وبيتم رفع كفائتها باستمرار. بخلاف المنيا. بخلاف المنيا طبعا، وطاقتها قريبة من طاقة المنيا. احنا بنأمل ان على بداية السنة تكون الطاقة رجعت زي ما كانت في الاول ان شاء الله.